بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 71، لما بتيجي توزن اي عمود يقول لك يا باشمهندس ده 1 سم، يعني ده 1 سم، نص سم مش مشكلة يا باشمهندس، في الميل يعني. طب ايه اكتر ميل مسموح به لعمود مثلا 3 متر؟ اولا تعالوا نقرا نص الكود بالظبط. في ناس والله يعني الجملة دي انتشرت يعني انتشار فظيع وهي غلط تماما. يقول لك كل متر مسموح لك ب1 سم، يعني العمود الثلاثة متر مسموح لك فيه ب3 سم ميل. الكلام ده غلط تماما 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 يا جدع. قول 1 ملي، ما تقولش 1 سم. 1 ملي ماشي قريب للصح، بس ما تقولش 1 سم. تعالوا نقرا عشان الفيصل في الموضوع ده نص الكود. نص الكود بيقول لك ايه؟ التفاوت المسموح به في الاستقامة الرأسية اللي هي البلمب في حالة أسطح الأعمدة والحوائط، الأعمدة والريتيننج وول والشير وول، وخط تقاطع الأسطح مع بعضها يكون 5 ملي لكل 6 متر. لكل 6 متر، لكل عمود مثلا عمود ارتفاعه 6 متر، يبقى المسموح إنك تميل 5 ملي بس، نص سنتي. طيب يبقى الـ3 متر العمود اللي ارتفاعه 3 متر، يبقى المسموح بالميل بتاعه كام؟ 2.5 ملي، ربع سنتي. يعني ممكن تقربها لنفسك وتقول ان الواحد متر يسمح بميل 1 ملي. ممكن، هو نص الكود ما بيقولش كده بس عديها. يعني العمود مثلا الـ3 متر نقول مثلا اقصى ميل فيه 3 ملي. وبالنسبة للأعمدة يا باشمهندس، نصيحة من أخ، ما تسمحش بأي ميول. ليه تسمح أصلا بميل 1 ملي؟ يعني ليه تسمح بحاجة زي كده؟ العمود أرض فوق قراية وليكن 25 سم، يبقى لازم تبقى تحت 25 سم. لازم يعني بالنسبة للعناصر الرأسية زي الأعمدة لا تقبل إن أنت تتهاون فيها، ما تتهاونش في استلامها أبدا. طيب يبقى الكود بيقول لك ايه؟ 5 مللي لكل 6 متر ارتفاع، بس بشرط ان الميل بتاع المنشأ كله على بعضيه، ميل المنشأ كله على بعضيه ما يزيدش عن 25 مللي، 2.5 سم. اي عمود داخلي طبعا بداية من الاساسات لحد السقف، لو جيت توزنه داخلي، لو جيت توزنه الميل بتاعه كله ما يزيدش عن 2.5 سم، بحد اقصى طبعا طول السقف ارتفاع المبنى 30 متر. طيب لو كان عمود ركني او عمود جانبي، اعمدة الارقام ما تسمحش يعني توزن المنشأ من اول اعلى نقطة فيه لحد الاساسات ما تلاقيش اكتر من 1.5 سم. ده نص الكود بالظبط. تعال نقرا الكلام ده تاني. التفاوت المسموح به في الاستقامة الرأسية في حالة أسطح الأعمدة والحوائط وخط تقاطع الأسطح مع بعضها يكون 5 ملي لكل 6 متر ارتفاع، وخمسة وعشرين ملي اللي هو 2.5 سنتي بكامل ارتفاع المنشأ، كامل ارتفاع المنشأ بحد أقصى 30 متر، بحد أقصى 30 متر، وخمستاشر ملي بكامل ارتفاع المنشأ بحد أقصى 30 متر في حالة أعمدة الأرقان وفواصل التمدد الرأسية. وبالتالي السؤال إجابته سيكون الميل المسموح به في عمود خرساني 3 متر هو 2.5 ملي، 2.5 ملي. وبالتالي نقدر نقول إن 2.5 ملي ده رقم قليل جدا، يبقى حضرتك ما تسمحش بأي ميل في أي عمود. بس كده، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.